تتخلي مساحة تلمن حتى لاعبين وازم واش بان لينا البارح حاش راه الضغط اللي داروا فريق الوداد الرياضي انا ما عرفتش ليا كاع لا كاب لا كاب ان كات ان ولا كات دو توا صعيب لانه ما باغي والو ما بغيتش علاش ما باش نقولها فتاع لانه الضغط العالي اللي مارسوا فريق الوداد الرياضي انه ما خلاش حلول يعني خنق سريع وازم يعني في المناطق ديالو حتى الكره الثانيه لا في الناحيه الدفاعيه ولا الهجوميه كان كياخذ فريق الوداد الرياضي يعني تروا باس ما قدرش انهم يديروها ربما في الشوط الثاني لانه تحسمت الامور من بعد تسجيل الكعبي والحسوني الهدف الثاني الهدف الثالث والرابع وي بدا يحاول لانه ما عنده ما غادي يخسر خصو دار تغييرات ولا كيضر شويه انا جاي عندك شي ربع ساعه ولكن ولكن تنظر بانه تنظر بانه فريق الوداد يعني فاز على الجداره والاستحقاق يعني بالمقابل نعم اشنو بان لك اخرى علاو شكرا لا كيف قال مصطفى الشوط الاول مثالي شفنا فيه كل شيء قال لي تقدر تبغي في الكره شفناه مثالي الوداد ديال الوداد بيان سور مع العلم مع العلم ان فريق الوداد اوروزمون في هذا الماتش بما انه شجر ربعه ما غنقولوا ما ولكن راه كيضيع بزاف الفرص وضيعهم بزاف ضد وجده علاش قلنا ضد وجده بزاف لان تعادل ما ربحش دار غير واحد واحد وسجل غير اصابه واحده البارح راه واخا سجل ربعه كان يمكن يسجل لو دوبل ديال ديك ديال ديك الحصه وغتبان عاديه البارح الدراري كانوا مزيانين لو بريسينغ كان من داكشي الكبير كيفاش كياخذوا الكره كيفاش كيمشيو لو شونجمون دو ريتم كيفاش كيهودوا الريتم كيفاش كيطلعوه غير نادير برافو حتى لو شونجمون ديال لافي اللي خلاها حتى سميتو تا دوزيامي طوم مزيان لان لافي في هاد الجماتشات الاخرين وقال شويه انا بالنسبه لي نقص شي شويه المردود ديالو فكان مزيان اللي خلاها على اين ما نقدروش ما كنت انا شخصيا كنت كنقول هادي مباراه ديال الكاس وفرقه لعبتي معها في ظرف 10 ايام ولا اسبوعين كتلعب معها جوج مقابلات ديما كتكون صعيبه والكوب هذا الماتش غادي يكون صعيب ما كان صعيب ما كان صعيب بدوتو الدراري الوداد دغيا فكوه دغيا دغيا واش الوداد اللي كانت مزيانه الوداد كانت مزيانه بزاف الوداد كانوا مزيانين ولا سريع وازم اللي كان ضعيف لا لا الوداد كانوا مزيانين بزاف لدرجه واللي خلاو ان سريع وازم ما يبانش فوالا هادشي بغيتي تقول لنا فتاح يعني وي بغيتي تجيب لا لا ولكن نقول لك واحد القضيه يعني دابا حنايا دوك الطريقه وشفنا الطريقه وشفنا هذا شفنا انه الزم ما قدرش انه يجير ايقاع ديال المقابله لان ربما غادي يرجعوها بان المقابله يلعب نهار السبت سالا وازم دوك ما كاينش لو طون دو ريكيبيراسيون ما كاينش هادي ما كاينش هادي دونك هادو وزيد فؤاد صحابي راه مختلف وزيد حاجه اخرى بانه ما نقدرش نلوم المدرب بغينا ولا كرهنا لانه هادي ثالث مقابله ديالو يعني جوج في البطوله وحده في الكاس دوك عنده عمل كبير وعمل جبار لانه صراحه ما عجبنيش الطريقه باش داو اللاعب واش ما تبعوش التعليمات ديالو دونك هذا كيبقى لانه راه ما يمكنش تلعب بديك الطريقه لان تطلب منك واحد المجهود بدني اللي هو كبير تظن ان مهاجم واحد يضغط على الدفاع ومن بعد دوك الرباعي ديال وسط الميدان لان تيبقى حيبور بوحديته دونك حتى لما كيطلعوا انه كيضغطوا داك الضغط العالي فانتحرتي انت عندك جوده لاعبين في الوداد اللي تيلعبوا تحت الضغط عندك جبران عنده ربعه العينين ما يمكنش لانه واخا تضغط عليه هو ديجا شايف غادي دوك اش كيولي كيليميني خط وسط الميدان كامل تيولي شنو عندك سهوله فين تتلقى الحسوني لانه هو كيقوم بداك الدور قام بمقابله كبيره لانه الثقه اللي عطاها لي البنزرتي كان في يعني كان في نهارو وي اضافه الى الكعبي باح مليو التيران ديال الوداد كله وي باش نقول لك دوك كترك المساحات راه انتحرتي مع الوداد دوك كتولي تنقول لك راه تسعة المحاولات يعني تسعة المحاولات في الشوط الاول راه شيء كبير في كره القدم ماركيتي جوج دوك كل خمس دقائق كطلع تشكل خطوره ودي النقطه اللي تكلمنا عليها في التهر تسعه ديال المحاولات في بروميير ميتون ولكن جوج ديال البيوت دي بوان دو بينالتي دابا سا سي غراف مي ما كتسجلش وي راه هذا كتسجلش بون كاين شي لعائش فراقي ودي زونترين اخرين كيقول لك والمهم وصلنا من بعد ايه ولكن هذه الوداد دابا ونطر بالي وصلتي خصك تسجل لا برافو عليك وصلتي خصك تسجل وصلتي 10 سجل 5 ولا 6 سجل على الاقل اكثر من لا موين لان مقابله صاجيك صعاب من هذه يعني لا في الشامبيونز ليغ ولا النيس في الكاس مع المحمديه المحمديه عاوتاني لاعبين عاوتاني راه بروفيل اخر كنهضروا عليه لا لا كتهضر على البطولات مقابلات اللي هي صعيبه دوك راه خصك الا باغي تلعب انت على ثلاث واجهات راه خص المحاولات ما يضيعوش راه خصك بعض المرات اصلا فرص انك تسجلهم يعني الانفرادات ديال الكعبي ولا ديال اوناجم
دوك راه خصهم يتسجلوا دوك راه ما تعولش على ضربات الجزاء وي جزء من كره القدم ولكن ما يعاب على فريق الوداد الرياضي وي كانوا مزيانين وادي ولكن تضيع الكم الهائل من الفرص راه خصنا نقولوا هذا الشيء هذا دنيا لان خصو يفطنوا ليها اللاعبين لان مقابلات حاسمه راه ما يمكنش ما مسموحش لك تضيع راه واحد باقي الحال الان ما حققتش والو وي الاداء كان مزيان ولكن راه تفكر مستقبلا مستقبلا اشنو كاين خاص النجاعه الهجوميه تكون يعني في المستوى سيرتو اللاعبين المهاجمين فخصهم يستغلوا انصاف الفرص لان لا يعقل الا شدينا المقابله ديال وجده وديال واتزم كم الهائل من الفرص راه تسجل ديال الكعبي وحسوني ولكن راه تنهضر على الفرص حقيقيه هو الانفراد هو انه كيكونسونطراج من 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 اليمين او من اليسار وكتجي كره سهله انك كدوز كدير في العريضه دوك هنا راه خصك تستغل انصاف الفرص خصك تشتغلوا عليها المهاجم نقترح عليك نسمعوا صلاح ديال فؤاد صحابي مدرب فريق سريع واتزم كما غادي نسمعوا كذلك التصريح ديال فوزي بنزرتي وكيبداو ما تكلمتوا على فؤاد صحابي والتصريح ديالو غادي نستمعوا ليه هو الاولاني عاد نناقشوا من بعد التصريح ديال مدرب فريق سريع واتزم. لعبنا نهار السبت في الليل في اسفي وصلت الصباح انا طلعت الشمس مازال ما دخلناش انا اون جورني دو ريكوبيراسيون اللي عندي باش نلعبوا ماردي سي تري ديفيسيل كونتر اون ايكيب كي تري كومبيتيتيف بطل افريقيا في ست سنوات الاخيره راه كاين الوداد بغينا ولا كرهنا لاعبين متمرسين كيعرفوا يجريو كيعرفوا البالون سون بالون دونك سي تري ديفيسيل شكون غنفي حنا ونا اونتيسيبي درنا واحد اربعه ولا خمسه د اللعابه اللي كانوا دايرا بلانسون بدينا بهم بدينا بلعابه بحال سعيد كرو بحال الصفصاف بحال شيطو في وسط الملعب لعبنا دي جوار اللي كانوا في اسفي كملوا هما اللي بدينا بهم دونك الفو تاتوندر ان لي رومبلاسون يديروا ان ميراكل ومن بعد عاد دخلنا اللعابه ديالنا اللي بداو في اسفي ومن يدخلوا ميم كات زيرو ولا هذا شفنا كيفاش نروحي نونغي لا رونتري ديالهم ولا ان ماتش تري زيكال لدرجه ان الوداد ولات روبلي كتكمل الكول دونك سي تري ديفيسيل باش تعوض ال11 اللي كاينين ديجا كتجمعهم ديفيسيلمون سي تي ان ماتش تري ديفيسيل الوداد ايزون ميريتي لا كان ديالهم كانوا يقدروا يجلو اكثر من ربعه وقال لك ما دخلش لي تيتولار ملي دخل لي تيتولار الوداد تراجعات ولات كتكمل الكول هذه قالها في التصريح فعلا نعم تقدر تكون قراءة أخرى أن فريق الوداد الرياضي كان متقدم في النتيجة وجرى الماتش نو كومنت وانت رابح ب4-0 اش بغيت يعني غادي شنو راه سي نورمال غادي تدخل دير تغييرات ديالك وهادي غادي يبان لك الماتش مثلا ايكار ولكن راه ما وصلتيش وصلتي بضربات اللي حرجات ربما بلاتي انا نجبدها لك كاع اشنو هي ديال يلا كانت عنده ابرز فرصه اللي كانت ديال عصام البودالي كانت ضربت خطا وخرجها تاكنا وي وي اكزاكت فهمتيني وي وكان واحد الفاس فاس ديال البودالي ولكن لاربيتر هز لورجو فوالا وكان ضربه جزاء ديال نيلمار اللي سجلها نيلمار وي دونك هادشي اللي كاين وحتى ضربه جزاء بغيت نعرف الراي ديالك فتح بسرعه لا يعني ضربه جزاء اللي كان دوك جوج محاولات دوك الجزاء كاينه ديال سريع واتزم لا قاش كاين اللي كيقول لك انا ما عرفتش دائما وانا كنطرح السؤال قاش حسب القوانين الجديده ديال التحكيم كيقول لك الكره ايسي لي ديتورني باغ اون بارتي دو كور سور لو برا لو بارت اون بارتي دو كور ديال لو جوور ولا ديال من شي واحد شي لعاب اللي قريب اللعاب اللي قاسلو في يدو فما كتكونش ضربه جزاء حسب خاصنا نعاودو نسولو على انا بالنسبه ليا بينالتي لان اش كيقول لك كيقول لك امتى بينالتي quand la main fait agrandir le corps ولكن فكرتي انا فتح ولكن لا شوف الدنيا لازم نمشي دور الحكم زوراق والمسلك في الفار شوف قاموا بمقابله صالي ديسيزيون ديالهم يعني في الظرف وجيز ما خلاش ان الرسم ديال المقابله يهبط ما خلاوش بزاف ديال الاحتجاجات شفنا حتى في ضربه الجزاء فما شفناش احتجاجات بالنسبه للفريق واتزم ولا كذلك فريق الوداد الرياضي دونك يحسب لهم هذه المقابله لا المقابله ديالنا كان فيها الفير بلاي وكان انسجام كبير بين زوراق وغرفه البار اللي كان فيها المسلك فتنظر بانه خصنا نشهدوا بهم لانه توما جزء من اللعبه فتنظر بانه فؤاد دونك متفق معاه في قضيه ديال انه يوم السبت انه لعب مقابله ما وصلت حتى لحد صحات عليه الشمس دونك عنده طون دو ريكيبيراسيون عنده نهار واحد اللي يقدر يبريباري دونك فريق الوداد اللي مرتاح من نهار الخميس ولعب مقابلات كثيره عنده لاعبين اللي جوده اللاعبين راه هي اللي كتصنع الفريق هذه انا نكون متفق معاه فيها لكن لانه حتى التغييرات او باش دخلتي في الشوط الاول فانتحرتي ربما انه كنت فارق ديالك عيان جاي من مقابلة اللي هي كبيرة منهزم فاتيكي منهزم فيها دوك خصني طريقة لا فاتيكي دوك خصني طريقة معينة لمواجهة فريق
وجوده لاعب الفريق الوداد الرياضي ما نغامرش بديك الطريقه ما لعبش الضغط العالي من الاولين شفنا راه واحد الوقيته بغى يضغط على فريق الوداد الرياضي ولكن الضغط راه خص تكون كمنظومه كامله كتضغط باش كيكون داك التقارب الصفوف وما كيبانش داك العيب يعني وقت يكونوا ديك المساحات اللي يقدروا يستغلوهم لاعبي فريق الوداد الرياضي دونك هو فريق واد الزمنين ضغط راه تيخلي مساحات وراء الظهر في المليتير شكون اللي كيستغلها وراه تيكون عندك الحسوني وعندك اللافي وعندك الفراخ عندك القدام وتا عندك فريخ في اليمين وفريخ في اليسار وناجم راه تيطير والاخر راه تيطير راه تيدير واحد جوج راه ما كيوصلوا وعندك الكعبي هو كان مسوفه والناجم من بعد دخل مؤيد اللافي دوك وحتى شفنا لما تيبغي كاع انه يقلص المسافات باش ما يخليش لي سباس عندك كيف ما قلت لك لاعبين مهاريه ما توحلش دائما الكره الثانيه شكون اللي كياخذها دائما كتسقط عند الحسوني الحسوني اللي كان لاعب بين جبران وبين الكرسي اللي قاموا بادوار اللي هي كبيره جبران يعني انا تيبان لي انا لوم دو ماتش لوم دو ماتش دار ماتش كبير لان باش تلعب تحت الضغط وتخرج كره في مساحه ضيقه وتعطي عده حلول في اليمين في اليسار وعندك واحد النظره تكسب بها الامتار ديك لاباس ديال 20 متر وكتمشي واحد جوج كتلقى راسك راه في جنب المرمى فتنظر بانه بالنسبه لواد الزم بالنسبه للصحابي فات كينتظروا عمل كبير ما نقدروش نحكموا على العمل ديالو لانه انت لاعب مع شوف لا راه كيما سوء الحظ ديالو انه لعب في البطوله مع فريق الوداد الرياضي ولعب معاه في الكاس دوك راه صعب شوف راه انديه كبيره وكتعاني يعني لما كتواجه فريق الوداد الرياضي او مثلا اعلق الانديه ديالنا فكتقول لك انا راه واجهت فريق الوداد ماشي عيب او فريق الرجاء او فريق الجيش راه ماشي عيب انك تنهزم وعندهم مقابله ديال اسفي اللي استغلوا تما الشوط الاول لانه دائما شفتي الا شفتي المقابله ديال واتساب هو الشوط الاول دائما تيتسجل عليهم اهداف ولكن ما كيعرفوش يرجعوا في المقابله فهذا ما نقدرش اننا نحكموا على العمل اللي كيقوم فيه فؤاد الصحابي عنده حياتي. عمل كبير عمل جبار فلازم انه عنده لاعبين اللي صراحه راه لاعبين عندهم محترمين ولكن التوظيف ديالهم والتمركز ديالهم على حسب الاسلوب اللي باغي هو فراه ضروري كيطلب على الاقل واحد ست او سبع مقابلات فما يمكنش لنا نلوموه لكن على العموم اذا رجعنا للمقابله فالمقابله سيطر بها فريق الوداد الرياضي بالطول وبالعرض في الشوط الثاني غير باش نزيدك واحد الحاجه هو التحكم في الايقاع تاع ربح 4-0 فغادي يتحكم الخروج كيما كانوا ديشانج مع كانوا دي شونجمون كذلك كان فريق الوداد الرياضي دخل يعني داك حيمون ودخل اوكو اللافي دونك على المستوى الهجومي دونك شتي كيفاش تحكموا في ايقاع المقابله دونك غادي يخرج باخف الاضرار لاش غادي يغامر ويتصابوا ليه اللعابه وهادي سميتو مادام هو ربح اربعه لان كان معني بالامر هو فريق وازم انه يبحث ولكن ما يمكنش الدنيا في ظل يعني بات بانه تاثر بدنيا ورغم انه التغييرات اللي دارها كلها في الهجوم فما عطاش الاكل ديالها فصعب اننا نحكموا على وتفاصا نظن بانه هارد لك الفريق واتزم وبروك فريق الوداد الرياضي اللي قام مقابله اللي هي كبيره. في حين فريق الوداد الرياضي كما ذكرنا البارح فهو يعني دومينال المقابله طولا وعرضا وهادشي اللي خلى ان فوزي بنزرتي واخا شفنا خلال الماتش يعني كيعطي مجموعه بعض المرات كيبان لنا بحال اللي ما راضيش وبحال اللي كاعي على بعض اللاعبين ولكن هذاك هو فوزي بنزرتي. فوزي بنزرتي اللي مباشره من بعد اللقاء فهو عطى تصريح وكان راضي على الاداء ديال اللاعبين ديال فريق الوداد. هذا الفريق معناتها صعب الميراس لان لعبنا مع ضده معناتها اللي دو سيمين ولا ثلاث سيمين انا كان انا زيرو معناتها سير اجوردي جو بونس معناتها انا بريباري لو جوار معناتها زيتي بري سي خاصه سي البلان بسيكولوجيك اي مونتال فهمتي هذه النفسانيه معناتها خلت اللاعبين من اول مباراه تاخذوا المباراه بكل جديه وهذه مباراه كاس ماشي اي مباراه هذا راح حصلوا اليوم كانوا في مستوى كبير وكانوا معناتها سجلوا اربع اهداف يعني ما عرفش دوني معناتها كونتر وضام بتسجل اربع اهداف معناتها بسهوله والحمد لله ونشكر الفريقين على الاداء الطيب اللي قدموه ولا هذا كان تصريح ديال فوزي بنزرتي مصطفى. شوف الدنيا من غير فوزي يعني كنعرفوا بانه فوزي ما عنده شخصيه مدرب اللي ملحاح واخا تكون راه حساب 4-5 فالاحترام ديال اي فريق هو تسجيل الاهداف فالكل البارح اي واحد شوفي راه حنا بعض المرات كتفرجوا في مقابله دنيا تيبان لك الريتم هو عادي كتقدر تشد التليفون تلعب كاندي كراش ولا تلعب سميتو عاود دير لنا اشارات ديال لي زابليكاسيون عندنا شي لعبه مثلا في التليفون ولا شي جو في التليفون شي جو في التليفون كتسمعش وكتهز عينيك البارح الصوت الاول ما يمكنش لك تهز عينيك وي وي سوري لانه كيف ما قلت لك واحد جوج لانه البارح صراحه انت كتشاهد المقابله وكتستمتع بها ماشي ماشي كنلوحوا الوارد ولا نو كنقولوا داك الشيء اللي كاين وحنايا عندنا تفرج في الماتش ديال البارح راه هادشي اللي غادي يقول الكل مختلع جماهير الوداد الرياضي انا كنقول من احسن الاصوات ديال فريق الوداد الرياضي هي المقابله ديال امس والمقابله ديال كايزر شيفز هادو من احسن المقابلات ومن احسن الاصوات
هو هذا الشوط الاول اللي يعني شفنا فيه كل شيء. راه نسبه الاستحواذ تكاد تصل الى 80%. وي تصوري الدقه في التمرير، ربما الدقة في التمرير يعني فريق الوداد كان كانت الأخطاء كانت قليلة وقليلة. إضافة نزيدك الدفاع داري وأمين أبو الفتح. وي شوف لما كتجي كرة طويلة في الارتقاء ما تقدرش تشتتها، ولكن هما تيلعبوها دوك الهدوء اللي تسمو به. واحد الكونترول داروا أمين أبو الفتح. وي لا هو لا داري دونك هنا تكلم بنزرتي على واحد النقطة مهمة اللي هي العامل الذهني. فعلا فريق الوداد الرياضي كان البارح ذهنيا كان موجود 100%. لان راه شوف يا دنيا راه اللي بغيتي تشاهدوا في هذا الصوت وثلاث الصوت او اللي بغيتي تشاهدوا شاهدتي. شي كلام على هذا الدريري حيمود، حقاش حنا يعني من حيمود نهضروا على الصوت الثاني، حنا كنهضروا على الصوت الاول. الصوت الاول ما كاينش اللي ما استمتعش به، ما شفتي كل شيء حتى الالتزام التكتيكي. دونك شوف حتى اللاعب ولا عنده واحد الهاجس ديالك انه الا ما التزمتش تكتيكيا يعني مع فوز البنزرتي تقدر تادي الثمن غالي. شفنا مصطفى رغم رابحين بجوج زيرو حتى 4-0 كاع، وشفنا الادوار الدفاعيه اللي كانوا كيقوموا بها اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا على الاطراف. الشوط الاول راه شي الالتزام التكتيكي. ملي تكلمتي على الالتزام التكتيكي واحد الملاحظه البارح فريق الوداد الرياضي لعب بزاف على الكوتي دغوا، ما لعبش بزاف على الكوتي لا اييه نقول لك اشرح ليا. شفنا الهدف الثاني من علاش شفنا اكثر مسوفه والعملود، ما تقولش لي على هدف ما تعطينيش اكشن وحده، انا قلت لك اكثر ما قلتش لك لعبوا غير. راه هذه مزيان فكرتيني فيها. وانا شفنا مسوفه والعملود اكثر ما شفنا يحيى عطيه الله. اييه ولكن ولكن بعض المرات التنويع في اللاعب راه مزيان. راه شفنا شوف رغم انه نمشي معك انا في الطرح انه الجهه اليمنى كانت متحركه، ولكن شوفي راه كانوا البارح راه شفتي كل شوفي البارح راه شفتي كل شيء تتبعي معايا. متبع معاك بالطبع تفضل. كاين تشويش ديال الطريق الدوري. تشويش ولكن كانت تنويع في اللاعب، كان على الجهه اليسرى على الجهه اليمنى كان في العمق، كان على حتى الضربه الجزاء منين جات الاولى راه جات من العمق، ضربه الجزاء الثانيه منين جات راه من عطيه الله اللي انه مرر ضربه في حيبر على ما تنظن ولا الوادي المهم ما عقلش. تنظن بانه حتى شفنا التنويع في اللاعب لا في العمق كانت لوانتو كانت ضربه الثابته شفنا كل شيء البارح. دونك فريق الوداد الرياضي البارح كان مركز واحد التركيز اللي هو كبير، وهذا يحسب المدرب وكذلك اللاعبين اللي دخلوا بدون مقدمات في المقابله خلقوا فريق. وزم ما قدرش يدير حتى بناء هجمه واحد ما قدرش يديره.